إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب التفسير في تفسير آيات وألفاظ وكلمات وجمل من القرآن من سورة مريم، قال: باب قوله: وأنذرهم يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم نبي أدك كوا مشركين تا أدك يوم الحسرة، أي من يوم الحسرة أجدك حسرة وشليتو دبك خيا أوجد. إذ قضي الأمر مركي أمرك لحكومي وربك لحكومي، أهل الجنة جنة بالله حكومي، أهل النار نار بالله حكومي، وهم في غفلة غفلة بيك جيران مال انت ايو حسر راس، وهم لا يؤمنون من الرومين ايان مرك وحاسا قدام بايا حسر ايا شلايتو يين يكو شلايان محان نرش يدي وقفا إليسا ويني. هل نان اوغانو رأس مالك يقوى نرشينا وحانو نلوش يدا كلاهرنو أمبا نمبري قيامة بانو بحسنينا ووناغا هدي كلا قفك وحن نقن يا قف الدنيا يا آخر بخساري. وأنذرهم يوم الحسرة، إذن يوم الحسرة هو اسم من أسماء يوم القيامة، ما لنت قيامة مقعية ذيدا مقعية كمدوية مقعية بضن ومدر بامدك كالي مركاد مقشو كأدقي هاي ويبايلاد هاي قارعة ليرادا قيامة ليرادا حاقة ليرادا يوم الحسرة ليرادا مقعية سردن قيامة ذاله إلهي فضيقي سيان حريسي سان رجينينا. والله المستعان. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بوحليه يؤتى وللائما بالموت موتك للائما لفظك لوحوها جيء بالموت واسكمت يؤتى يجيء لبضبا موتك للائما ملك موتك معها موتك نفتيسي لما الشديب مال التقيام بل لائما كهيئة كبش أملح
isagoo hay'adiisa wan cad madowna ku jiro oo weyn u eg fayunaadi munaadin أي من الله عز وجل منادي با إيمانيا بين الجنة والنار با لكينيا ولو تشيري كرو مركابا منادي بو حليه يا أهل الجنة أهل الجنة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم أهل الجنة فيشرئبون أي يمدون أعناقهم مدحي كرو قاضيان يقارت إيغا وح إيغيان وينظرون وي إيغيان لو قيبا لو انتباهيي مركابي إيغيان ماشا وحا لغو هايو مركي سيدا أودي موضان يو إيغان فيقولوا منادق لو قيبا وحولي هاي هل تعرفون هذا كان مقرميسان وحي كوغرتان بيوليه وكم مغضى فيقولون نعم وانقرنينا هذا الموت ودمشدي ويسو أركي قفن دمشا سو أرق بيأتشرة بيأتشرة ودمشدي موت كيواي نبي بوحولي وكلهم قد رأوه لما انتو دو أركين مجرتو نف منفوسة إلا ترى الموت أو ستراه نعم وأن قرنا النبي إليهم وموتك هذا الموت وكلهم قد رأوه أي قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم قد رأوه انت مركي أي رهدان ثم ينادي منادي قبه دنا دواقية وحولي يا أهل النار أهل النار نعوذ بالله من النار وحال أهل النار فيشرئبون وينظرون مركابي مدح كر قاضيان وقورت تاجي وينظرون ويئيان فيقول مركاب منادقي وحورنيا وهل تعرفون هذا كان مقرنيسان فيقولون نعم ها هو انقرنينا هذا الموت ودمشدي وكلهم لما تودنا قد رأوه وي أركين فيذبح مرك ولا قورع يا يغو أتشيدة مرك إلا قورع دي هدي إلا قورع واد انتي وموت كيواي وحالا قال لي ثم يقول مركاب أرنا يا منادقي يا أهل الجنة أهل الجنة خلود وارتان بعد جندين كلادهين فلا موت لماذا لم أشرت إلا موت كوالد إليه ولا قول عيه ويا أهل النار أهل النار خلود أي في النار نعوذ بالله من النار وحال أهل النار خلود بلدهن إيو كجرتان ولقين آت كجريسان فلا موت لماذا لم أمرها ثم قرأ أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية بو أخريي وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر أمر كوالا حكمي ولا رضي حكمك على وضعي أهل النار في النار خالدين فيها أبدا وأهل الجنة في الجنة خالدين فيها أبدا آية بو أخريي وهم في غفلة الدنيا دي سغفلت بيك جيران أرنتاسي هو أهل النار كاهي نعوذ بالله من النار قال مركاب ويري نعم أي وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا بلو جيدا وهم في غفلة غلظة للي وأهل الدنيا وهم لا يؤمنون من أفرمين يان مال انت وحقيقة شرته لكن ويديد يان نعم وفي رواية فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار إلى حزنا إلى حزنهم
هذا الكامر كي مغلان مسلمين تينا أول بجنة يكجرين مؤمنين تأهل جنه جنة يكجران بيكفر حسنايين ويسيفر حيان ما دام أن موتشرين أهل النار كينا حزنقي يا حسردي أي كجرين أم بيسيزي سنيان. نعوذ بالله من النار وحال أهل النار. باب وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. وما نتنزل مسود دقنه هدان النهي ملائكتي إلا بأمر ربك ربك أجا أمرك يسموه نبيه ونبي محمد بن الله يا وجبريل حكاية عن جبريل له الله بالله أسقنا ذي ما بين أيدينا وما خلفنا ما بين أيدينا وحلو جيدا آخر ذي وما خلفنا نأدون يدي بلو جيدا آيات سبب إلى هيت نبي صلى الله عليه وسلم وحؤاد وشعلان شري هد يجير على جبريل إنه ويماده مركا مدعو كصودا هاي باشري مدعو كصودا هاي نعم مركابو ويري وحن شعلان لهين هد يجير على إناد نوتي مادت مركابو سيدان كويري قرآن كي باكو سود دغي مرك مركا وحكاية عن قول جبريل مركا النبي وضح صدي أيو يري وما نتنزل ما سودا دقنو أنقو هدان نهي ملائكتي إلا بأمر ربك ربك أقا أمرك يسموه له ما بين أيدينا وما خلفنا يعني الدنيا يا آخرة والرباله أضوم هنا وأضوم إلهي أمرك ربنا وحدي ذكر وخلاف كره بني آدم كو حوغا لسيي أمرك شرعي قا أو حوغا خيار لسيي مويه ملائكتنا ربي معاصيان لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهي أنسو دقان مرك إلهي وأمره أمرك ربي بيكو سو دقان كنا مقناضان سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أيا وحو يري لجبريل جبريل أيري ما يمنعك معك منعني أن تزورنا إن النسو زيارة أكثر مما تزورنا إن تنسو زيارة إن كبضا فنزلت مركزي آياتاني سودكتي وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا ومرك النبي صلى الله عليه وسلم أكداهي نبي هلو يشوق بأقبي جبريل هذه جلالين أيمادو لأنه إماشيه سيستفيد كثيرا سوما وهكذا أننا نددك أهل علمك لجوغتان كودة إيا علمك إيا وحول أننا نهلو أقبنوي سيدو النبي بأقبي صلوات الله وسلامه عليه لأنك تستفيد وتكفى إيدي سن علمك هو النلل سيدة الرب قلولك أنه لأي علمك قلبك أنه لأي إلهي قلبت أنه هجاجي باب قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أفرأيت أي أخبرني بل إيغورا كي حال كيسة الذي كاسو كفر بآياتنا الله أرانيا كفر بآياتنا آيات كيجي قرآن كبينيي وقال يري لأوتين والله يا والله السين آخر مالا وولدا عروري يا أولاد با عروري يا مال با مشركين تا يعني رمهانتي عقل مله عقل قودي يا فورا
waxa khayrka oo aqli galka ah aqligooda ma galaan haqi iyo quraankii way beeniyeen iimaankii baa laga la yahay waxa badbaadada ay ku heli lahayeen waa iimaan soma marka bay waxay leeyihiin horta aakhirada la sheegayo maba rumaysnin hadiis ay jirto arur iyo xoolaba waa helayna janana waa gelaynaa taas sheegaysaan muslimiinta iyo saas bay leeyihiin ayagoo u daliishanaya hadda waa idinka xoolo badannahay waana idinka wiilal badannahay sidaasoo kale ayaanu noqonaynaa hadhowna kuwii muslimiinta ahaa naftoodii baa gaaladu ku waswaasisay markaas bay run moodeen qisa hadda ka hor aan la kulmay baa jirtay maka magaalada maka dhexdeeda anoo u sii socdaa xaramka xaggiisa waqti casr iyo duhur dhexdooda baa nin dariiqa taagan un baan hore u sii qaaday ninkii waa sheekaysanay wuxuu ii sheegay inuu turki yahay shirkad dhismaha ah oo xaramka dhista ayuu shirkaddaasan u shaqeeyaa oo injineer baan ahay marka aad buu u cabtay wuxuu yidhi injineer faransiis ah ayaan isla shaqaynaa injineer faransiis ah ayaan isla shaqaynaa buu yidhi injineerkaas aan isla shaqayno wuxuu yidhi wuxuu qaataa 12,000 oo riyaal waa taqriiban 400 oo waxa weeyaan 4,000 oo riyaal 4,000 oo dollar waay taqriiban aniguna waxaan qaataa buu yidhi 3,000 oo riyaal 3,000 oo riyaal taqriiban waa wax u dhow waa waxaan ku dhammayn ay ku waadanta 3,000 oo riyaal yaani 1,000 dollar waa 800 ma dhamma ma dhamma waa 800 oo dollar waa 1,000 dollar xataa ma dhamma waliba wuxuu yiri ninkaas markii la fiiriyo mu'ahalka aan wadano waa isla egnahay khibrad ahaanna anaa dheer buu yidhi markaan arkay markaas sida u gubanayo ayaana iyaguna si fiicanna ma yeelin inuu qofkii muslimka ah u arko kan gaalka ah inuu mudnaanka leeyahay marka waa wacdiyo waxaan iyagu aakhare ma laha markaasuu yidhi aakharena waa naga fiican yihiin haddii adduunyada naga fiican yihiin buu marka qofka doonan cilmi lahayn waa iska sidaas run ahaantii aadan u yar u xanuunsaday inuu sida qofkaasi yeelo yaa sababay qolada uu u shaqeeyo jinsi ahaan bay u kala sara mariyeen mooyaane aqoon ahaan umay kala sara mariyeen mararka qaarkood marka waxaad isleedahay dad badani inay islaamkaba ka baxaan armay iyagu sabab u noqdaan aad isleedahay calaa kulli xaal caqliyada gaalada waa saas marka wuxuu leeyahay la uutayanna maalan wa walada maalinta qiyaame xadiidkan soo socdaa noo fasiri doona مسروق وهو ابن الأجدع قال سمعت خبابا يعني خباب ابن الأرت صحابي بوأها نعم وهو مركة حليف لأها عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وهنا كمدها من السابقين الأولين dadkii ugu horreeyo islaamka qaatay oo weliba maka lagu dhibay aad loogu dhibuu ka mid ahaa marka wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi ji'tu waanu imi alcaas ibni waa'il assahmi baanu imid buu yidhi camr ibni alcaas aabihii weeye camr ibni alcaaskii saxaabiga ahaa aabihii weeye alcaas ibni waa'il assahmi أيانو إيمد بوير أتقاضاه حقا لي عنده
حق أنكرها أنا ولا حق يجي إسي وإيجت. فقال وحو يري بويري لا أعطيك مكو سينيو حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى أن محمد كفر سو. خباب هو مسلم من السابقين الأولين ولبلا لبي إلى أن محمد كفر سو مكو سينيو. فقلت وحان يري بويري لا أكفر حتى تموت إلى أن دمته ثم تبعث دبدنا لو صابحيه مركا دتك قاركود بو وهي فهمين مركا سان كو كفرنيا تي مركا كفر سورا قلب ما باهم با قيامتي با دعدي سوما معناها مركا وحاويان لا اكفر ابدا ابد الابدين. قال مركا سويري واني لميت ثم ببعث وانو ميانا هيمد دمنا يو لصابحين يو لما شو أقول يا هاي ولا ما ديدي كرو أحمق مكابر مو يي لما شو قف ديدا يا هاي ما جروس يعني هاي كم وقتها لكن واحد ديدا يعني والصابحين يا والصون نورين يا وين. وإني لميت ميانا هاي مد من يا ثم مبعوث من لصابحين يا ميانا هاي. قلت وحان يربر نعم ها. قال وحو يربو يري إذن هدي الله يصابحين يو إن لي هناك مالا وولدا هل كاس من حرائيو أولاد كل يهي فأقضيكه مركاسا كوكو دياه. فنزلت هذه الآية آيادنا سودكتي أفرأيت الذي كفر بآياتنا بل إي ورنو إيغا الشيك إيغا وحيغا الشيك محمك أكتهي الذي كي كفر قالوبي وكو كفريي بآياتنا آيات كي يجي وقال يري لأوتين مالا وولدا مال إيو إي عرور أمبان يارن إيا. جوابتي لو جوابي واتنا مرك باب قوله أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. أطلع مي طالع ذي الغيب غيبك وغيبك كو قاذي إنه أولادي يعرور يجنق ليه أم مئه اتخذ عند الله ما ألا أكتيسا أي عهدا بلن كهيستا هي ميثاق ربنا أنا بلن تيسا أنا بينين. طيب معنى هو ما حي جنة إيمان بلغو قراء يتقوى أسباب تيدوا إيمان إيو تقوى وأنا قالوا بي مركا إيمان كي هورتا ما هي ست ما غيب كأيا ضال عطيوت كو أركتي إن الجنة إلهي أكتس كل هذا هي مال يا أولاد كل هذا هي يذون مجرتو غيب عضا لعاد كرتاه مجرتو أبدا ماركتا بيراها قاركو تدين لي يرهدو ولا دا غيب كي يوحيرا ضال على باكرا مجران غيب كإلهي بألبقونية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خزائن الغيب وقواس ربي بان لقونية. طيب تاسين ما جرته ما إلهي أكتب بلن أطالة إي عهد إي ميثاق إنه جنق ليون العذابين وأولادي مال بلصين أيوه إيدنا ما شفته مركا إنت أو إذي الهدين انشرين وحالا سواء انسك الشيقوي ويقف البهدي وحو شيكته وهل أيوه وما دور أن يواده لهيت. نعم وحنا أرقل لها بمجران موثقا يعني عهدا أي فصيره موثقا. نعم يعني عهدي لأتكيي أو بلن لغو أتكيي أو أرنتا أو شيغانا يو غارسينا يم يا إلهي أكتو يال وميا. إسلا آيات دان هدانا حديث كي هوري أو نوصو هرمالي لا آيات هو إسلا وإسكو حليينا وحيري داني
جوابتينا وإيمان دونتا قدالة جواب كركا إيمان دونتا مسروق عن خباب قال كنت قينا بمكة قينكو وغنك الصانع عوا نك الصانع فرصة ماذا قعنت يقانا باقين لير هذا كنت قينا أي حدادا بمكة فعملت للعاص بن وائل السهمي ننكابا وحن أسمي سيفا سيف بن أسمي يوسف سيفت وهو كالغودة علمه مركا فجئت ونؤمي أتقاضاه أنا يعني كدل بيا دينتي حقي أن كلها فقال وحو إيري لا أعطيك مكو سينيو حتى تكفر بمحمد إلى أد محمد كو قالو دو أوتكو كفرسو قلت وحان إيريبو إيري لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم محمد كو مكفرين أيو حتى يميتك الله إلى ربي وكو ديلوك لمتو ثم يحييك دبديدنا وكو نولا أيو قال وحو إيري العاص بن وائل إذا أماتني الله هدي إلهي إدلو ثم بعثني دبدنا إصابحيو ولي مال وولد ولليو مال بوان لا يهي فأنزل الله مركاب إلهي سودتشي آيدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أي لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الله عهدا مركا آيدا كلا لوغة شوابي هدنا باب كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا كلا وحا أوشيغن أيوه وهوس يملأوالي هكتشوغو هكتشوغو قف إلهي كفريي آيات كيسين كفريي جنة أدر وحو شيغانا يهكتشوغو سنكتب وانقرينا ما يقول وحو أرانا يوانقرينا كفر يسيبا لقريا ادعاهن او شيغانا يو افتراها با لقريا برينا هورتي سالكينيا مركابي وحيكون نقن حنون يا حصر ونمد اي في الاخره ونؤزي يدينا له اسغا من العذاب عذاب كمدا وادرينا لانه حويا دخول النار ودائمه وعذاب عذاب كدرين يهي نعوذ بالله من النار وحال أهل النار هذا حديث كي مسروق بسوع لي مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وقت جاهلي انتونا إسلام فرص ماذا قعنت يقاني حداد لماذا وكان لي دين دين بان لها على العاصم نوائل وانكولها قال وحير فأتاه يتقاضاه قال مسروق فأتاه أي خباب يتقاضاه إسقو دينتيسي كضلب يئنو أقدو فقال وحير العاص بن وائل وأوير خباب لا أعطيك مكسينيو حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى محمد أدكو كفر الست فقال مركاب يري خباب والله لا أكفر والله إله من كل أرتين أنك كفريين حتى يميتك الله إلى إلهي كدله ثم يبعثك تبديدنا وكصابحيه قال مركاس يري فذرني مرك إغتك حتى أموت ثم أبعث إلى أن كدن الله إصابحيه فسوف أوتي مالا وولدا مركي لا يسوبه هي حرائي وحلا يسندونا يا أولاد فأقضيك مركزا كو جدياي فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا طيب
آيات بهدنا لوحجيي باب قوله عز وجل ونرثه ما يقول ويأتينا فردا هذا حول يويل البكو أيو كفانيا حول يويل أيو كفانيا مركو لنتو انت عن بي قد كلا قيل يان الدفاعية يا سيدا درت هذا بولي قال ونرثه ما يقول مالك إيه أولاده الشيغان أيه وانكسي بينه لا يصحبه مال ولا ولد مركو لنته وقبر قوء آده مركان دمو قيامة ليه وانا لسينا يانا ويأتينا فردا سيقو كلي قئة وويل إيه ولال إيه حارة إيه مال مد الله سعلا أين يشرين أيو إيمان أيان من أين يكون لك المال والولد إذن مركة وهذا الأمر الشيغي عن عقل علم مدنا كل سنين إذن مركة خباب بن الأرطي رضي الله تعالى عنه رفض وادي ذي وحو بندقي سوما يدو ولي بالعذابي للدبي للرفاديي دينك أوجي حديث بجري وورينا يو النبي كان أني ميد بويري قلب قلبها كم يدو النبي كو كعبة هوس كذي يشلبيب كذا جو إيسي يرديه سي أوبر كذولين عدول كديجي لأجل التعب دعوة يدك دينك أوجيري أوجيت مشركين تنا لبضنا كلكول النبي مركز كو على علينا كو عبتين يا رسول الله ألا ترى ما نلقى من المشركين ألا تدعو الله لنا ما نكون يريبو يري أدعو على علني مركز النبي قلنا يريبو يري أما ديه أدينك إذن كوه الرئيي ومؤمنين تاها لا سيما فير بني إسرائيل نمك اللي يرهدو النصارى أتباع عيسى أدبلوا عذابي أدبلوا عذابي مركا وحيري وحكيري أمديها ذنك إذن كهري قفك مؤمنك إنت الله سوقبته وقلك الله قضه وقارك الدنبلو قليه والله حباله قارك كورانا وبنانك أوتشيرو يا مشار لسوق هذا الشري كما مدح برتن كيس الله قصاريا سيدي ألواح لقويني مركز بهاد بالليه هي ما كان نقول الدين هذا مركز الدين يا كمان نقول أيه مر مركز قاركود استجو النول باشان لا برأة أنت الله سوقاته سيدة تمها الله شان ليه بالقشان لين يا ما بين لحمه وعظمه ولا يصده ذلك عن دينه بوير مركز النبي صلى الله عليه وسلم دينك سنة كما أي علينين ولكنكم تستعجلون أبو بير مركان النبي أدنكم سوى دك دك سنيسا وعاصا إيمان دون تبو بير النبي صلى الله عليه وسلم إيضو قفك من حضر موت إلى صنعاء أنت إسوك شرانا لغا ما قرانا يلك ويكال فوقيهين وقفك أصفره سوى كاليجيسة لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه الله مو يهون عدك لكعب سنين إيوه محوها ورابها أما أي دور كالدقاقة أريجي سوء بعب سنين مو يه با إمان دونتا وين دعضي ويتمد أرنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كهلا أنا قد ما أنت وحال لغي يابا لأن يرد هذا ما أنت لغو ابتليي وحال يرد بوفسك ميلاها قارضة إيو مركز تغان سيد بلوكو تغان لا يرد ولا يسود وين يشرع ولا يسين يشغنا ولا يسين يلعقنا ولا يسين يجي دين الإسلام ككبح ضد بلن بأساس ذاتك وقاضي ضد بلن بأساس ذاتك وقاضي وروح أدون يسود دين تلاقو قدرنا يسوي حب معها واحد ملك يسويه يقول قال سنين نواب حسن وأنا تجارة أنا لقف لقف ربحين فما ربحت تجارتهم هو إلهي يجري نعم باب قوله عز وجل وكصبحنك
مسروق عن خباب. وقال ابن عباس: الجبال هدا، أي هدما. وآية سغشناد من سورة مريم. وذلك قوله تعالى آيَذَهَا كُهْرَيَانْ مَرْكَى يَانُ كُحِرَيْنَا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا وَقَالُوا وَحِيِّ رَهْدِينَ مُشْرِكِينَ تِي اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ الله الرحمن كَهُ وَحُوِيَ شَيْءٍ وَلَدًا وَلَدْ مَرْكَابَ أَلَّا يَرِي لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا والله يا وحاد نبأه إن ذلت ما دين شيء قبيح أه يقبح سؤاد ويهي ومعوج تكاد السماوات سماوات كي وحيود وادين يتفطرن منه يعني كلمة أسأت راهدين أه اتخذ الرحمن ولدا سبحان الله إني سماواتك دلدلاعان بسبب هذا الكلمة وتنشق الأرض للكنا سيدو كلاو دلدلاعه وتخر الجبال بروهنا أي صدعان هدا لفظي قسمرك هدا نوي أي هدما يعني بوريه بالدمية كلمة داس أي رهدين سيدي وحنو سنيان وجمادك لولك ايو عرك ايو وجماد وي حدنا قذفك ربي لوك يسنيو ايي بكدو يهن اني سدا يلان انغونا من تودن هدي ربي يدينك لا عايهو عادي بين لا نقط والله المستعان. مسروق عن خباب قال: كنت رجلا قينا وكان لي على العاص ابن وائل دين. نن وحانها حداد أو فرسما يقان أبو يري وكان لي على العاص ابن وائل دين. العاص ابن وائل ندين بنكولها فأتيته ونؤم إذا تقاضاه أنا كدوني وكضل بيئين إيقود حقي أنكولها فقال لي وحييري لا أقضيك حتى تكفر بمحمد كوما قديو إلى أدنبي محمد كفرسه صلوات الله وسلامه عليه. قال وحيري خباب: قلت وحانري لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث مكو كفريه إلى أدمته ودبديدنا لغو صبحيه هذا نول ما لنت قيامي. قال وحيري: وإني لمبعوث وأنه ميانا هيمل صبحين من بعد الموت فسوف أقضيك دبدم بي أينكوكو قديا إذا رجعت إلى مال وولد مركان مال إيو وأولاد اللابطو وأن مركان الله يصبح يؤن هليو. قال فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. آية لها صدام بأسكوة ظهرا سورة طه. قال عكرمة والضحاك ابن مزامح بالنبطية كلمة طه طه سيدنا والله أخريا طه والله أخريا ولغوي مركا بالنبطية نبطيين تو وبير الليدة للك عراق بصرأي يكوف الدحدودة
dhul aad beeraha ugu fiican oo la yiraahdo sawaadul ciraaq baa jiray niman marka halkaa deganaa luuqadooda kelimadaas طه أما الطه مدي اللي يره دبا معنيه دو وحي أهيد يا رجل أو كربا يا رجل نعم ومنادى نكرة يا رجل ومركا وحلو جيدا نبيغا يا محمد أو كالي سيدا سيكوفا سيرين عكرمة مولى عبد الله بن عباس إيو الضحاك ابن مزاحم يقال وحال يراهدا كل ما لم ينطق بحرف قف كستو حروف تقار كم إذا كاري لا حروف حاجرة تتكار كود أين كرين أو فيه تبتمة أما تمتمة أي هذا الكيس كجرته يعني تردد هل كحرف كوع العلنا حرف أما فاء ها هذا أما تاء ها هذا أما تا 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 دد يسا فا 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 دد كوها الله حرف فاء كجرت إيو تاء دو كجرت إيو أو فاء فاءة فاء فاء دو فاء 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 ولي هي تمتمة دون وتا تا 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 وي ويوحي لمدة فهي عقدة تابع عقدة ليرة عقدة وحوجد قول الله تبارك وتعالى نبي الله موسى مركو ولدري وإلهي بري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني عرب كيغنى إله عقدة كفر وحال يرى هذا النبي الله موسى سيدة أكتهين قرقي فرعون بك سكري سوى يربو حنباري مركاس وقركي سكو دقي يوم لها تشيل تيبو كحنا قيبو يرى هلا ديلو مرك زوجتي سي آسيا وده مؤمنة نقطي مركي دم نبي الله موسى رميسي وإلهي قلبي قيد النحريس وقليي أيا كعري سيتري وحما مقرنيه بل إنه وحقرتي إن كله حلول جمرة إيو قطعة من اللؤلؤ وهلك اللؤلؤ دقي مدو قاطة فيري وحيله من وضعي هيدا لحول شيء بقاطي مركو كوكبتو أفكي قل إلما هي رأس رأس أفكي قليا مركا عربك وكوكبتي أوجد حروف تقار أيون كري كريم مركا وتامركا مدو إلهي وكبر ييو وحل العقدة من لساني يفقه قولي سيدتك أفهمان مرك عقدة بوليه يعني يقال كل من لم ينطق بحرف حرف حروف تكمد قفك أنكو هدل كرين أو فيه تمتمة أو فأفأة أما تتتتتت ففففففف ماركتا يعني ساسو كرأو هدلة فهي عقدة تابع عقدة ليرة هذا وقال مجاهد ألقى لفظي قاس ألقى السامري نعم أي صنع حليدي في بني إسرائيل يكون رنايين ويعاريض وسوقاتين أهل فرعون قبطيين تي بين لبحين مركابو انت محو اها دب قليو دلاليي وصنم دبي وقسمي اسوير الهي موسى دوني وكان اوه المامي وانا واه ماشان انو كهلي وقيني ملفقو كرادية كاسي عابدين نعم وعابدين صنع مرك صنع صنم بو كسمي ازري نعم أشدد به أزري يعني ولالك أزري وحلو جيدا أي ظهري قفك حب يسو ودبرك صومها يلا في دبرك
لف دبر كادو ضعيف كيهي اما وح كغيا لان وح مقادي كرا قف كمرك مساعد كا قرب كاغا تاغن ودبر كاغيو كلا مرك الهي يقو حوتشي ويا مرك ولالكي هارون فيسحتكم أن يهلككم بعذاب يستأصلكم. نعم المثلى بطريقتكم المثلى. نعم عيد اللحدنيو صدح دودي دحمرتي آياته كهل لي نبي الله موسى هي فرعون مركي نبي الله موسى آياته تسيي سكر أفسر وسحر بويري سحردي سيب أويرتي سحردي بيمت موعد بالله سميستي مركي يمادين بان نبي الله موسى الله هذا لي قال لهم موسى نبي الله موسى وحويري فرعون يو سحردي سيبا ويلكم هوقي نئه لا تفتروا على الله كذبا الله كبين أبورنينا أو فيسحتكم ربي أو إذن هلاقو إذن كبا بإيو بعذاب عذاب أي يستأصلكم أن وحبك تجن وقد خاب والله يا وحدبا ينو هوجي من افترى قفك إلهي كو افتراضي سذاب كيري فعلا سيدي او يرينا ويكون عضي بدي با لو كلا شيحي مركي سو غلين ان با لغو بابيون ان هل مدينة كهاري بسبب افترائهم على الله عز وجل وكفرهم. طيب آيات كتسي دنبيسة قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قالوا وحير هدين فرعون يو مقاورتي سيدتك الشعب كابي كو استعداف سنيان إن هذان لوضان ما أهان ونبي الله موسى يولالك هارون والله النبي لوضان ما أهان ما ركتا إلا إن يهين يعني لا إن هذان أي ما هذان أما إنه شأني هذان لبضان إن لبضان لساحران وي والله يا والله ساحر يريدان وحيدونيان أن يخرجاكم إنا إذن كبحيان من أرضكم دلكينا بسحرهما سحر كودة ويذهبا أي لطغان بطريقتكم المثلى طريقة ذي النئي قانون كي النئي ومارت محمد وسحر كودي وي إنا لطغان بيدون إنا إذن كبابئيان وحقا إنا هيسان ولا كبابئيان من مودا بعض الكيبا ونوع سوي كو هذا ما انت جوغابا وحويا وطريق هذا مالت ديمقراطية له لو انا اكسنو تتكا مالت محوها مالت سو ميدان وارق نماها قالك لي هذا المساكين تلقوا حسوقا يلقوا بابين ايو نعم مركا قولوا والبا مركا وحيدة
فأيضا أكثر اللون أكسن ويذهب بطريقتكم المثلى مركة المثلى ذاس بفصرية نعم المثلى تأنيث الأمثل مثلى أفعل فعلا كي لديه شريوي مفرد كيس وحنده لها مذكر كيس الأمثلوي مؤنث كيسنا المثلى وعكوضة يقول بدينكم بكوضة دين كيني ونكسنا بربائن وإن كباب إيوه هذي أتكاضان إذا غلب هؤلاء يخرجكم من أرضكم للكين إذن كب حينيا طريق ديني وناك سند بو إذن كبا بإنيا هكي لننا هرعننا وي يعني وحدون يصدوا عن سبيل الله دتكو كعلنا يا دينك يقال حال إرادة خذ المثلى خذ الأمثل مركات الربتد إن هذا مثلنا كالكتدنا مثلى ده مركات ربتيد مركات تانيث مركات ربتيد أذكرك تانيث مثل هذا مذكر مركات ربتيدنا وحاطر هذا أمثل ثم أتوا صفا لفظ قاس نعم وآية اللي أفر سورة طه سحرة دي سيبو هذا مركو يري بدريقة تكون مثل أبد بين لتك أيام بوحو يري فأجمعوا كيدكم سبحان ربي بالله الله أقونتي إن إيا كيد كينا إيا سحر كينا وحبها الله هارينينا ما أنت دقال ويا أدق إما أنه إنا نقولي سنه وإما أيه إنا نقولي سن الله وضع بي من نقولي سن هذا يقولي سن هذا دول كينا إذن كبحين أيام طريقة ديني ونكسن هذا بإذن كا ناركتا مركا واحد كاري كرتان ما انتهى الله هارينينا ثم أتوا إمادة صفا حال كونكم آتهين كوصفا وقد أفلح وحادب إنو ليبانا اليوم ما انت من استعلى نكي سرمرة مركا يقع وحيسوها يستان كو سرمرة دون إليهين محمد مركا أجيدا اللفظي قاء ثم أتوا صفا يقال وحال يرهدا هل أتيت الصف اليوم ما أنت صف كم تمد ولو جيدو يعني المصلى الذي يصلى فيه ما أنت مساجد كم تمد ويا مرك إلا مساجد كم مرك اللي يمادو صلاة اللو استغوا والله صفتا مرك مساجد كي مصلها صف والله أورن كرا معناها مرك انقاضنه معناه هو محي ماشى قابت لغو ماركتاي دي وعضرها لغو موشين دونو شعب كيف بولي سبوحية سبوحية ترى دي نهال أركو تاقير دي نهال أركو سو ماركت سيدا أيقو الله بوي أيقو الله بو سيد هم بدي نمزوك عي سو ماركت ماركا ماشي وام حيوان دولة تسوي مرقا كوسي بيضا بودا قاوس ويان مارك ساسو اوشيدا ايو تسوى معنى معناها كلنا دي مركات بإيمان سامبا أدينك وصفن ودساء صفتي ودي تردين الله يابيو ونك سائدن كجيرو ووحي السحر كيني وحي نعاد وضطان حيبت قوني هي لاذا إذا تك قلوب تودا مركا وعبسي قلن إيسا سيدا بعد عضي مركا قال فأوجس لفظي قاس مركي وحودي تورتين مركي يمادين نبي الله موسى خيار قليين هو هاي رهدين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى سمرت الله بيتهم بيت إن أنا نقول بلابنه إلا وقابتي سعر كالوسو بندقي إيانا أدوكو حاجة تورته أدو بلابته قال مركز يربل ألقوا
أدون كتورتا مركا وحينا مركا محاي كينين قرية إيو حرقه فإذا حبالهم وعصيهم قريه إيو وحي إيو يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى مركا قرية إيو حرقوي لكن ذاتكي إندهو دي وحيو إكادين مصص يبلايو إيو وحون سائس الضمان مرية فأوجس في نفسه خيفة موسى فأوجس أي أضمر وقريي في نفسه نفتيس خيفة عبسي موسى نبي الله موسى عبسي ذو ماءها وحاني لك بغيو وحاني وباطل لكن محوك بغيا ومضي رمبا بيش الله كاني بما فيهم بنو إسرائيل وحوك بقي ما ركتا وحا أي شيء جيان إن يهرون انتي مودان أما ينفتو ذا أبقان أي إيمانك كلا إحضان يهرمين وأيان ساس بك بقي مركبة ألا أيري قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى هبق أدق أمبا سريه مركبة ألا يري وألق ما في يمينك ملك تاذا وحا كجرا كتر مركي وحا إسلال دقاقين فألا يري والوحق عن هذا كجرة كتر وحق عن هذا كجرة قل بها كجرتا مركو هرانا لقصه تدريبيي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكه عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب قال ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها فإذا هي حية تسعى مركو هرانا لقصه مركا ألق وألق ما في يمينك ملك تاذا وحا كجرة تر تلقف ويقرب صن ويلغلقي ما صنعوا وحي صنعيني إنما صنعوا كيد ساحر وحي صنعيني وكيد ولا يفلح الساحر حيث أتى سحرون من ليبانو ملك السوشو قبا لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة نعم لأنه صاحب باطل وي إذن مركف أوجس في نفسه خوفا أي أضمر وكقريي نعم قيل والخوف كان على قومه قوم كسوء بقيا أن يدخلهم نعم شك فلا يتابعوه إن شك اتقره أي إسير أهدان والروح موسى كان بواسحر كلا أي مركا راعي ويان لكن سحارة نفته دي بابا إله الرميسي مركا يركين وحا كان إنين نهين وح سحرة خيفة وعبسي لكسرة الخاء خيفة نعم أسل كيدوحها خوفا فذهبت الواو من خيفة نعم إلا خيفة خادبة الهوس ديجي مركا هوس ديج إيا واو اسكو محرسن كران واو قيبا يألو بدلي وعملية أو أه تعليل إيا وزنقة سيدو إسرق رقو إعلال سيدو حلو إعلال يوي في جذوع النخل هل كان جوجن نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك